مرحبا حبيبي، كل رمضان وانتو سالمين يا رب، وجميع الأمة العربية إن شاء الله. اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو كتير كتير سهلة وبسيطة لرمضان، وبمكونات بكل بيت متوفرة. حلو كتير، طيبة ولذيذة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. بهيدا الشكل شايفين؟ هيدا الحلو بمكونات متوفرة بكل بيت، قلتلكن حلو كتير سهلة وبسيطة لرمضان. شايفين؟ روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حطيت بالطنجرة كوب ونص حليب، بنحط نشا، ملعقة ونص، ملعقة طعام سكر. انتو اذا بتحبوا السكر اكتر بتضيفوا ملعقتين طعام سكر. هلأ بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل، هلا نطفي الغاز، منحطهم بوعاء. نحط بسكوت، نحط الخليط على البسكوتات، وبحط طبقة تانية من البسكوت، هلأ بدي أعمل الطبقة التانية. الطبقة التانية كوب حليب، حطينا كوب حليب، سكر، ملعقتين طعام سكر، ملعقة طعام نشا، ملعقة طعام كاكاو. حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل منحطه على الخليط الأبيض والبسكوت. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدا الحلو اللي عملته أنا وياكم بعد ما حطيته بالبراد ساعتين وجمدت منيح. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.